النهاردة أول حاجة طبعا بمسي عليكي يا مساء الفل حبيبي. صباح الفل ومساء الفل وكل حاجة حلوة، وعلى السادة المشاهدين ويا رب النهاردة أنا سمعت اللي فيه طاجن، وصفاتنا تعجبهم يا رب. يعني النهاردة الطاجن ده دي حاجة تقيلة، طاجن الإنجاز. بالظبط، أنا اللي مسمياه كده، طاجن الإنجاز، الإنقاذ، السرعة، كل حلو. حاجة. هو طاجن لسان عصفور باللحمة والخضار. هقول المقادير وأنا بشتغل علشان خاطر الوقت. بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هحتاج المادة الدهنية بتاعتنا، هي عبارة عن سمن أو زيت حسب كل واحد ورغبته. أنا عايز أقولك أنا كنت فاكرة كل ده هيتحط لا في الطبق. لا ده هو يعني معلقة أقولك ليه ما ينفعش نحط كل ده؟ لأن طبعا كوباية السمن أو كوباية الزيت أو كوباية الميكس ما بينهم ب 1600 سعر، وواحدة زيي وواحدة زيك محتاجين صحيح 1600 سعر في اليوم كله. صحيح، انا الطاسه عندي بردت. طبعا انا مسخنه الطاسه كويس جدا، وبعد كده نزلت بالماده الدهنيه بتاعتي وهشوح البصل فيها، البصل المفروم. في ناس تحب البصل يكون مش باين في الاكل فافرمه كويس جدا. ده انا ده تمام، افرمه كويس. يعني انت بتقطعيه؟ افرمه بالكبه وبالكبة او بالمبشره، مفيش مشكله خالص. حلو. وهبدا ان انا خلاص انزله على كده. في ناس تحب طعم البصل يكون موجود في الاكل، تقطعه كبير بقى، مكعبات صغيره، مكعبات كبيره، كله حسب الرغبه. الاكل اذواق. صحيح. انا يعني بقى يهمني انا كدكتوره اللي انت تقطعي وتسيبيه شويه، البصل يتساب شويه بره هو والثوم. نكمل بقى معلوماتي مع معلومات حضرتك، نبدا نعمل بقى حاجه. اقول لك ليه؟ عشان احنا بننشط مواد، فيه المواد دي زي المضادات الحيويه، تخش تقتل اي بكتيريا اي فيروس. عشان كده بيشربونا ايه؟ بيشربونا شوربه فراخ. شوربه الفراخ دي بيبقى فيها شويه ثوم، شويه بصل صغيره، مضاد حيوي طبيعي. قولي لي بعد ما بشوح شوحت البصلايه معايا بالمنظر ده، نزلت بفصين ثوم مفرومين ناعم جدا. انا بقى اول موسم الثوم ببدا ان انا اجيب الثوم وافرمه كويس جدا، احطه في اكياس بلاستيك للفريزر، اطبطب عليه كده بحيث اولا انه ما ياخدش مساحه كبيره في الفريزر، وفي نفس الوقت يبقى جاهز على طول. تك اقطع حته كده وابدا ان انا استخدمه. في قولان بقى اللي لما بتحطيه في الفريزر بيفقد القيمه بتاعته. ده لا، انا بقول لك اهو. ده لا، ما من حضرتك نستفيد بقى. بصي، الحاجات اللي فعلا قيمتها بتزيد هو المعادن. اوكي، تمام. اللي بتقل مضادات الاكسده، يعني تمام. المعادن جوه الخضار المجمد، جوه المفروم المجمد، المعادن دي تزيد بالعكس. وفي كمان فيتامينات تزيد، تمام، زي فيتامين دي، فيتامين كاف، الحاجات دي تزيد. لكن اللي فعلا بيتاثر بالتخزين او بالحراره او بالهواء او بالشمس او بالضوء، قصدي يعني فيتامين ب وفيتامين سي، فيتامين سي، تمام، لان دولت بيكسروا بسهوله جدا، لدرجه بيقول لك اللي انت لما تحطي مثلا ليمون وتقطعيه غير ما تاخديه على طول، يعني لو سبتيه نص ساعه يقل نص قيمته. ومتهيألي البرتقان برضه، ما هو ده نفس الكلام، البرتقان. صحيح، كل حاجه فيها فيتامين سي تقل نصها، عشان كده تقطعي وتاكلي على طول. تمام. انا بقى بحب جدا موضوع الثوم ده ان انا احطه في الفريزر. دلوقتي بس علشان الساده المشاهدين ما تلخبطوش معانا، ضفنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. ربع كيلو. كل ست بيت شاطره تبدا وقت ما تجيب اللحمه المفرومه من الجزار، هي أدرى بشؤون بيتها وبعدد أفراد أسرتها. صحيح. أنا دلوقتي مثلا جبت سي كيلو لحمة، حلو، يبقى عندي أكياس نظيفة لأول مرة أستخدمها. أبدأ أقسم الكيلو اللحمة ده معايا حسب أنا كل وجبة أنا بستخدم قد إيه من اللحم. تمام. بحس إن أنا برضو نفس الكلام اللي إحنا قلناه على الثوم، نفرد كويس جدا في الفريزر، نطلع على طول. لما بيبقى رفيع بيفك بسرعة. كده يبقى الوصفة. طبعتك طيبة فبتطبطبي. أنا قلت برضه لا إحنا لازم نستغل ال طبطبي على جوزك بقى، أنا عايزة أحييه عشان جاي معاكي. أنا قلت هو خطيبي في الأول، لأن مفيش حد دلوقتي بيجي مع مراته الهوا بس. يعني أنا عايزة أقول له أنا اللي عايزة أحييه وعايزة أشكره وعايزة أقول لولاه أنا ما كنتش وصلت الربع اللي أنا فيه. هدية بقى، هتجيب لها هدية النهاردة. سند وظهر ودعم نفسي ودعم مادي ودعم كل حاجة. فالله يبارك لي فيه، هو ومالك ابني وحياء بنتي. نسلم عليهم. حياء ومالك. حياء ومالك. بياكلوا طبعا اكلك. طبعا. 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 انا بنتي بقت شف بتنتقدني كتير في الاكل وذواقه زي باباها.
بس يعني تمام. أشطر أكلة بتعمليها إيه؟ أشطر طبخة؟ كتير. محشي يا ولد. مكرونة بالبشاميل. أوه. هما بيعشقوا البانيه والمكرونة كالعادة. كل زي الأطفال. تقولي لهم بتاكلوا إيه؟ أقول لك مكرونة وبانيه. مكرونة وبانيه. أنا نفسي العادة دي تتغير. نفسي. نفسي شوية خضار من الحلو ده. بصي بقى انت البسله بقى هقول لك عليها كذا معلومه كده مهمه. طب هتضيفها من بعد اللحمه وحضرتك اتفضل. البسله فيها حديد، فيها فوليك اسيد، فيها فيتامين سي. فانت كده اخدتي الثلاثه مع بعض. ما شاء الله. يعني علاج للانيميا محترم. طب هيقولوا لي ده خضار نشوي او فيه شويه نشويات. فيه شويه نشويات بس فيه الياف. واي الياف جوه النشا او جوه الخضار فدي بتقلل تأثير النشويات او بتقلل تأثير النشا اللي جوه الخضار. فالبسلة عظيمة، محدش يخاف من البسلة تماما، محدش يمنعها. يعني الناس بتمنع البسلة والجزر عشان خايفين اللي هي سعراتها. امنعوا الاكل اللي بره، امنعوا المياه الغازية، لكن ما تمنعوش ابدا اي خضار ربنا خلقه. احنا ضفنا البصل والثوم واللحمة المفرومة والبسلة والجزر. شكله يجنن. جميل جدا. دلوقتي هبدا اضيف بهاراتك بقى. البهارات بتاعتي تمام. انا ما بحبش اكتر البهارات. لان انا طعم اللحمه لازم يبقى باين. صحيح. انا ليه هضغط؟ حطيتي يعني شعره. نفس الكلام برضو مع بهارات اللحمه، وممكن نستغنى عنها تماما. انا احب طعم اللحمه. طب دي تريك انا اتعلمتها، لان انا لما بحط لا، ما مش بحب مع اللحمه بالذات. الفراخ ممكن. ضفت بابريكا، شوية توابل، لحمة، ملح وفلفل اسود، بس كده. ده بقى يعني ده بقى ده منجم فيتامين سي. ده موقعه ايه بالاعراب؟ اهو اهو ده الفلفل. ده هنجرنش بيه وده هنضيفه هنا. حلو جدا اهو كده. انا حلو اللي انت حطيتيه في الاخر، عشان الفيتامين سي بيتاثر برضو بالسخونه فما تقلش. يعني انا ما اعرفش المعلومه دي، بس انا فعلا دايما بحطه في الاخر. يعني سبحان الله. حلو. في الاثناء دي هجيب ايوه البعبع. لسان العصفور بتاعي. الناس اللي فاكراه بعبع، بص هو لسان العصفور بالنسبه لنا احنا مكرونه. اوكي. ده حقيقي. وانا اقول لك الفريك احلى بصراحه. يا سلام. واخده بالك؟ لكن ما يمنعش اللي انا مثلا لو اتغديت لسان عصفور ابقى الصبح اكل العيش الايه البلدي بتاعنا الحلو اللي بالرد. يعني نص كده ونص كده، نص دي ابيض ونص دي ايه بني. جميل. لو هفطر دي ابيض عيش توست ابيض مثلا، هتغدى ايه فريك سايت. جميل. فهماني؟ ده الاطفال بالذات. الاطفال انا بس عشان اختصرنا المعلومه دي علشان الهوا وعلشان ميعاد الفقره ما نضيعهوش في حاجات اكيد الساده المشاهدين عارفينها. احنا حمصنا شويه لسان عصفور بمعلقه من اي ماده دهنيه، مفيش مشكله خالص. حمصناها لحد ما خدنا اللون الجولد الرائع ده. وبعد كده ضفناهم على الخضار واللحمه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. ايه حاجات تانية بتحضريها كده بحيث اللي انت تبقي بتسحبي وبقيت الاسبوع والاكلات سهله؟ الطماطم مضروبه في الخلاط ببصل او من غير بصل، سهله سريعه. انت مش مع المعلب ولا الجديد اللي نازل في السوق؟ هقول لك الصراحه ساعات بلجا له. مش هضحك عليك. ساعات بلجا له بس في اضيق الظروف. ست يعني شاطر. هجيب الطاجن. هجيب بقى الطاجن بتاعي دلوقتي، هدهنه بس حاجه اسواني. ده طاجن اسواني تقريبا. تقريبا ده لازم يبقى اسواني. تقريبا الطواجن الاسواني مش اخده الماده اللي هي صحيح. اللي هي الصناعيه بالظبط، فبتبقى صحيه جدا. انا هي والستانلس نطبخ فيهم زي ما احنا عايزين. بالفرشه بدات ان انا ادهن الطاجن بتاعي علشان خاطر ما يلزقش معايا ولا اي حاجه. هبدا بقى اخد الخليط الرائع ده وانزله في الطاجن بتاعي. شم الريحه. ده يعني كفي خمس افراد. خمس افراد. من ايه؟ من ربع كيلو لحمه مفرومه. صحيح. يعني فعلا كده وفرت لنا جدا. اقتصادنا في الموضوع. وفي نفس الوقت الولاد كانوا لحمه وكانوا بروتين وكانوا. هتعملي بيهم ايه اللي ورا دول؟ انا احطهم بس انا حسيت ان هم. لا حطي. الف هنا وصحتين. نيجي بقى دلوقتي للمرحله المهمه وهي السائل. الله. بس الجمال. حلوه خطيره. نيجي بقى المرحله المهمه اللي هي السائل. قولي لي.
السائل عندي يا اما شوربة فراخ، شوربة لحمة، يا سلام مش هنقول لا. طب يا هبة ما فيش لا شوربة لحمة ولا شوربة فراخ، نعمل ايه؟ كوباية ونص من المية المغلية عليها مكعب من المرق. لا لا مين قال مكعب من المرق؟ بلاها مكعب. بلاش بلاش بجد بلاش. ممكن شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية بهارات لحمة من اللي احنا حطيناها. كل حاجة ليها حل صدقيني، لان طعم البسلة باللسان العصفور باللحمة المفرومة دي حقيقة. ومعلقة مش محتاج مرقة، ومعلقه مش محتاج مرقه مكعبات قصدي، لكن ومعلقه يعني ربع كوبايه من الطماطم المركزه المضروبه في الخلاط على نص كوبايه من الميه. يعني ليه حاطينها مجهزاها من قبل كده؟ يعني دي طماطم وشوربه الفراخ او اللحمه. ليه حطينا كوبايه ونص من الميه؟ لان احنا حطينا كوبايه ونص من لسان العصفور. السائل ياخد نفس مقدار ايا كان بقى، وفريك. الرز، الفريك، الفريك هنزود شويه، نزود شويه شويتين لان احنا اصلا اوريدي الفريك هننقعه. يعني يفضل ان هو يتنقع قبل ما نستخدم، وبرده نحمصه ونشوحه يعني، وبعد كده نفس نفس الخطوات. وطبعا الجرنش الخطير ده ونقوم داخلين. بس لا ثواني، قوليلي ازاي ننسى حاجه زي دي؟ ماشي، عشان نحبس الحراره. طب وبعد التسويه هنشيل الفويل ياخد وش؟ بالظبط، الوش الجراتان بتاعنا الخطير ده. وعايزه سهله، وجبه سهله وتسلم ايدك. تستحق ان هي منجزه فعلا، والله العظيم تسقيفه، تستحق تسقيفه. عايزه انهي ده؟ تمام. يفضل بقى معلومه، تمام، الفرن سخن معانا ما نفتحوش كده خالص، لا نفتحه من الجنب عشان الحراره تخرج بعيد عننا. حلو قوي، يعني دي معلومه تركه بسيطه. تمام. وعايزه اقول ان احنا طلعناه من الفرن، نتخيل ان احنا طلعناه من الفرن. نتخيل وبقى جاهز معايا بالمنظر الرائع ده. تسلم ايدك. مش عشان ما نضيعش الوقت نخش على طول على الوصفه الثانيه. الحلو الفطار ولا الحلو؟ حلو. فطار عشاء. اتزنقنا. هقول لك ازاي نحوله لفطار. طب انا